الترميم طبعاً وعدم الاهتمام بطريقة الترميم أفسد الكثير من التواريخ اللي كانت موجودة. طبعاً العملية صعبة. منطقة الرحبات وبالتحديد بقرية أو بلدة تونزيرف، وهي أحد قرى أو واحدة من قرى بلدية الرحبات. بلدية الرحبات تشمل العديد من القرى، منها نبدأ من الجهة الشمالية إينر اللي هي أولاد عطية وإينر، ثم نأتي إلى جيطال وهي بلد الشيخ إسماعيل الجيطالي، ثم نأتي إلى منطقة تمسين التاريخية، وبعدها تيميجار اللي هي تسمى أولاد بوجديد، بلد الشيخ يخلف بن يخلف التيميجاري، ثم نأتي إلى ميتيون بلد التي عاشت فيها أم يحيى الجلالمية فيما قبل القرن الثالث في الهجري، ثم نأتي إلى مرساون وهي بلد الشيخ نوح بن حازم المرساوني، وأيضا القطع تسمى بالقطع، ثم نأتي إلى بلدة الكرومة، ثم نأتي إلى تيونزيرف اللي هي نحن موجودين الآن في مسجدها العتيق العريق، مسجد الشيخ أبو محمد عبد الله بن الخير الوزير في النفوسي، ثم نتجه إلى جهة الغرب. بعد هذه القرية توجد قرية القنافيد اللي هم أصولهم من بني نفات، ثم تأتي بلدة الشياب والسلامات والفياصلة وأمساكن اللي هي الآن تسمى قطرس اللي هي اشتهرت بالشيخ أبو عمروس، الشيخ أبو عمروس المساكني. هذه غالب قرى الرحبات، لكن هناك قرى طبعا دامرة أو منتهية بقت إلا أخرابا، مثل خربة أرجاقنو وتندوزير اللي هي منها أبطال نفوسة العباس بن أيوب ووالده أيوب بن العباس والحفيد اللي هو أفلاح بن العباس الذي قاد نفوسه إلى معركة مانو سنة 283. على كل حال نحن الآن في هذا المسجد العتيق نسب إلى الشيخ كما قلنا الشيخ أمي محمد، هكذا نقول أمي محمد لأنه من العزابة، لفظ أمي يطلق على غالب العزابة، أمي محمد عبد الله بن الخير الوزير في النفوسي. هذا المسجد طبعا قديم وله أكثر من 1000 سنة في قرية تونزيرف القديمة اللي هي الآن تسمى الخربة نتيجة الأخراب الباقية فيها، ثم أصل البلدة هنا في هذا المكان كانت محيطة حول هذا المسجد، ثم انتقلت إلى ما تحت حافة الجبل بالقرب أو بمحيط قصر تيونزيرف، ثم كانت المرحلة الثالثة اللي هي على حافة الجبل والبناء الحديد، هكذا مراحل قرية تيونزيرف. هذا المسجد كان مدرسة ومقرا لحكم الشيخ محمد بن عبد الله أمي محمد عبد الله الوزيري، يتكون طبعا من 4 كمرات على عدة صواري، ثم كمرتين الأماميات للرجال والكمرات الخلفيات للنساء، وله باب من الخارج حيث يتم تصويره اللي هو الباب للنساء من الخلف، ثم الباب الأمامي وهو للرجال، تحيط به ساحة طبعا لصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء أحيانا.
هذا المسجد طبعا قديم جدا، نسب وعرف في عن لدى كتب السير كله وكلها، سواء كانت للبغطوري أو الوسياني أبو الربيع الوسياني، ثم بعده البغطوري، ثم بعده كتاب أبو العباس الشماخي كتاب السير، كلهم تعرضوا إلى ذكر هذا الموقع وهذا الشيخ، الشيخ أبو محمد عبد الله الونزيرفي، من أعلام بداية القرن الثاني الهجري، عمر كثيرا وعاش وحضر معركة مانو سنة 283، ويعرف بأنه يتيم معركة مانو هو والشيخ أبو القاسم البغطوري من مدينة من بلدة بغطورة بمنطقة الحرابة. معركة مانو معروفة طبعا، لا نستطيع الآن أن نتحدث عنها لضيق الوقت، لكنها هي التي فقدت نفوس فيها 400 عالم، نجا منهم عالمين وهو الشيخ محمد عبد الله الونزيرفي والشيخ أبو القاسم البغطوري. طبعا بعد ما أنه فل حد سيف النفوس بهذه المعركة، وقل العلماء بسبب وفاتهم في هذه المعركة وموتهم في هذه المعركة، وبقى الشيخ محمد أو أم محمد بعد ذلك يعالج أمور نفوس من شرقها إلى غربها، وهرع إليه الناس من كل حدب وصوب لملء الفراغ الذي كانت للعلماء الذين استشهدوا في نفوس يقومون بمقامه. فبالرغم من كبر سنه طبعا بويع بإمامة الكتمان بعد معركة مانو مباشرة، وهذه طبعا مسالك الدين عند الإباضية، الكتمان ثم الدفاع ثم الظهور ثم الرابع. المهم بويع إمام الكتمان سنة 283 هجري، وأصبح حاكما لجبل نفوس دون تعيينه من قبل الدولة الرستومية، لأن الدولة الرستومية بعد معركة مانو بأربع سنوات هجم عليها المعز لدين الله الفاطمي وقضى عليها. فبالتالي أول إمامة قامت بها نفوس لوحدها، وتم مبايعة هذا الشيخ بالرغم من كبر سنه، فهو الحاكم وهو المفتي وهو القاضي بين الناس، له فتاوي ومواقف كثيرة جدا، وهو الذي حاول هو الذي بدأ في تنظيم منظومة العزابة أو حركة العزابة، بالرغم أنها كانت قبل ذلك منتشرة لكن ليست بالتنظيم الذي قام به الشيخ أبو عبد الله محمد الفرسطاي. هو ليس مؤسسا بل هو منظما ومطورا لحركة العزابة بعد سنة 1409، وعندما انتقل من منطقة وادي سوف وانتقل إلى بلاد وادي مزار. إذن هذا الرجل له فضل على نفوس في فترة الكتمان، وقادها أكثر من 18 سنة، لأنه توفى بعد 311، وتعرضت نفوس إلى كثير من الهجمات، فهو فنتيجة لكبر سنه عينت نفوس إمام دفاع اللي هو أبو زكريا الأرجاني. إمام الكتمان الشيخ محمد أم محمد بن عبد الله، وإمام الدفاع كان الشيخ أبو زكريا الأرجاني، وكان الشيخ أبو زكريا دائما يرجع إلى الشيخ محمد ويستشيره، وكان طبعا يأخذونه معهم إلى طبعا عندما تحصنت نفوس بجبل الجزيرة قريبا من شروس، كان الشيخ محمد هناك موجودا ويقومون باستفتاء، وهو الذي تصدر منه أوامر الدفاع.
الشيخ محمد كما كنا كان عالما، حتى كانوا يقولون ويضرب به المثل فيقولون من ضيع كتابا كمن ضيع 15 عالما مثل الشيخ محمد، الشيخ أبي محمد عبد الله. في بداية دخولنا إلى هذه القرية من الجهة الشرقية الجنوبية، هذا المسجد، هذه المدرسة تسمى بمدرسة المسيد أو أمسيد، وأمسيد بمعنى المدرسة الابتدائية، وهي أثارها موجودة، يا ريت أن يقوم الشباب بترميمها وتجديدها، لأنها أيضا لها كانت في البداية تدرس حتى المذهب الحواري قبل دخول الإسلام. أمسيد مساجد اللي سميت بهذه التسمية كثيرة، منها أمسيد في مرقس، وأمسيد في وادي شروس، وأمسيد في دقي. هذه مدارس ابتدائية. هذه المدرسة طبعا درس فيها الشيخ أبو مسور، الشيخ أبو مسور من أحد أعلام جزيرة جربة، جاء هنا ودرس على الشيخ أبو يحيى زكريا الوزير في المرحلة الابتدائية في هذا المسجد اللي هو في بداية القرية كما قلت. ثم بعدها انتقل إلى مدرسة الكبيرة، وهي مدرسة الشيخ أبو معروف ودران بن جواد في وادي شروس. هذه المنطقة طبعا منطقة الرحبات تزخر بالأعلام والعلماء، طبعا من الأعلام المبكرين الذين ألفوا كثيرا من الكتب، طبعا على رأسهم الشيخ عمروس بن فتح المساكني، طبعا له الدينونة الصافية، وعندك هذا اللي مطبوع وموجود، لكن بقية الكتب العمروسي إلى آخره مفقودة، وهو شهيد معركة مانو سنة 283. أيضا لدينا من القرن السابع الهجري الشيخ إسماعيل الجيطالي، وهو صاحب المصنفات العظيمة، الذي بقى هنا فترة في الجبل يدرس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ثم انتقل إلى جزيرة جربة ليدرس في الجامع الكبير في منطقة الحشان. له مؤلفات كثيرة طبعا ومهمة، منها كتاب قناطر الخيرات، وكتاب قواعد الإسلام، وكتب أخرى كثيرة. إذن هذه المنطقة طبعا تحتاج إلى دراسة وبحث، وأنا بطريقتي طبعا المتواضعة لدي هذا الكتاب الآن كيف طلع للطبع، كان طبعا بمساعدة أو بعون الأستاذ محمد سعيد البوجديدي من منشورات مركز الجهاد، مركز الجهاد طبعا طبع بهذه الكيفية، وطبعا اشتغلنا فيه شغل كثير، بداية من وازن، ثم وصلنا به إلى جهة طبعا منطقة جادو، وما زلنا بحول الله هنستمر إلى بقية المناطق، إلى يفرن وككلة وتغرمين إلى آخره. كتبنا فيها هنا على الشيخ محمد. أيضا هذه القرية نسيت أن نظرا لقدمها موجود فيها كنيسة صغيرة جدا تسمى الآن البنية، وهي من معالم هذه القرية، وذكرت من ضمن في سير الشماخي من ضمن مشاهد الجبل كنيسة ونزيرف. ونزيرف طبعا التسمية في حد ذاتها نرجع لها، هي كلمة نمنزيغية، ونزيرف أو تي ونزيرف هكذا بمعنى أهل ونزيرف، لكن ونزيرف طبعا للتسهيل التعريب الذي طبعا نحن طبعا لا نمانع قضية التعريب، لأننا نعتز باللغة العربية، اللغة العربية لغة الإنسانية أو للمسلمين بالكامل، لأن الإسلام للناس كافة، وبالتالي وعاء الإسلام هو اللغة العربية. الإسلام لا يفهم إلا باللغة العربية،
وهذا ليس أن مثلا يمانع وجود اللغة الأمازيغية وغيرها من اللغات. الإسلام طبعا جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا، وجعل الناس الإنسانية كلها باختلاف ألسنتها وألوانها، لكن اللغة العربية لها خصوصياتها، وهي لغة الإسلام الذي لا يفهم بها كتاب الله القرآن عندما ندرسه. إذن نحن لا يزايد علينا أحد من الناس باللغة العربية. نستطيع طبعا بالرغم من الأمازيغ نتمكن من اللغة العربية ونفلح فيها، وهكذا طبعا أهل العجم هم الذين اهتموا باللغة العربية وأجادوا فيها أكثر من العرب أنفسهم. فنحن ديننا الإسلام وكتابنا القرآن ودين نبينا محمد عليه أفضل السلام. المنطقة هذه هي طبعا كما قلنا لها خصوصيات حتى ما قبل الإسلام، لأن المذهب الحواري أو الذي سمي بعد ذلك الدوناطي تمكن من الاستمر إلى وقت متأخر في هذه المنطقة كممهدا للإسلام، لأن أتباع الدوناطية والأريوسية في الشرق هم طبعا مؤمنين يؤمنون بالتوراة ويؤمنون بالإنجيل، لأن جاءوا بعد انتهاء الحواريين اللي انتشروا في مشارق الأرض ومن غاربها. طبعا حواري سيدنا عيسى الذين طبعا عندما حس بتآمر اليهود عليه قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، فانتشروا فأمرهم بالانتشار في شمال أفريقيا وفي بلاد الشام وأنطاكيا والجزيرة العربية، وكانوا طبعا يدعون إلى التوحيد وإلى السلام، لأن أحكام شريعة التوراة هي مكملة لما جاء في أو الإنجيل كان مكملا لما جاء في التوراة، شريعة سيدنا موسى قبل أن تحرف أو توراة العهد القديم اللي هي انتشرت في الجبل بالإضافة إلى الإنجيل. فكان طبعا الحواريين يدينون بديانة التوراة ثم الإنجيل. الإنجيل طبعا هذه الديانة ديانة السلام، لأن هكذا ديانة التشريع ثم ديانة السلام، واستمرت هذه الديانتين متأخر في منطقة الرحبات بالذات. وصول الجبل لأنه كان طبعاً استعملناه